بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي إن شاء الله أول حلقة من حلقات شرح منهج فيزياء للصف الثالث الثانوي. إن شاء الله أنا معاكم المهندس خالد، ودوت الرابط بتاعنا على الفيسبوك، دي البيج بتاعتنا. إن شاء الله لو دخلت عليها هتلاقي الفيديوهات متجددة بإذن الله. هنحاول على قد ما نقدر نشرح المنهج، بس هنشرحه يعني مش هنشرح نظري كتير، هنركز اكتر على طرق حل المسائل، وهنحل مع بعض مسائل بحيث ان نحاول نلم الافكار على قد ما نقدر. تمام. اول حاجة خالص عندنا في المنهج، احنا لازم نبقى فاهمين المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه. فمنهج الفيزياء هو عبارة عن حاجتين، او عبارة عن بابين. الباب الاولاني باب الكهربية، الباب التاني باب الفيزياء الحديثة. وعايزين نخلي الفيزياء الحديثة لما يجي وقتها هنتكلم عنها ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن بداية الكهربية، وطبعا الكهربية بتاعتنا اسمها الكهربية التيارية. وليه اسمها التيارية؟ لان هي هندرس الكهرباء المتحركة اللي هي ماشية في اسلاك، فمسمينها التيارية على اساس ان هي بتتحرك في سلك. لكن في كهربية تانية اسمها الكهربية الساكنة او الاستاتيكية. ده مش ايه، ده مش المنهج بتاعنا اللي هنتكلم عنه. طيب، الكهربية التيارية بتتكون من 4 فصول. فالفصل الأول هو اللي هنبدأ فيه النهاردة إن شاء الله. الفصل الأول بيتكلم عن 4 حاجات أساسية، ماشي، أو 4 أنواع من المسائل أساسيين. النوع الأولاني من المسائل، مسائل عن حاجة اسمها المقاومة النوعية، وهنعرف دلوقتي يعني إيه. النوع التاني بيتكلم عن طرق توصيل المقاومات. النوع الثالث هو قانون أوم. النوع الرابع اللي هو قانون كيرشوف، قانونين بتوع كيرشوف. دول ال4 حاجات الأساسيين بتوع الفصل ده. الفصل ده سهل مش صعب، بس أفكاره كتير. يعني لو بصينا على الفصل كله على بعضه هتلاقي النظري بتاعه قليل جدا، وهتلاقي إن الأسئلة بتاعته هي اللي كتيرة وأفكار كتير. فهنركز طبعا احنا على انواع المسائل، ماشي. فلو بدأنا ان شاء الله بالمقاومة النوعية. قبل المقاومة النوعية في حاجة مهمة عايز الناس تفرق بينها، وهما حاجة اسمها الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي، والاتجاه الفعلي للتيار الكهربي. وللأسف ناس كتير جدا فاهمة الموضوع ده غلط، ومنهم مدرسين كمان فاهمين الموضوع غلط. الناس كلها تقول لك ان الاتجاه التقليدي عكس الاتجاه الفعلي، ويقول لك ان الاتجاه التقليدي يعني التيار الكهربي ماشي من الموجب للسالب، وان الاتجاه الفعلي ماشي من السالب للموجب. هو الكلام دوت مش صح، الكلام ده مش صح. الاتجاهين هما بالظبط، مفيش فرق بينهم، بس الفكرة كلها في الاعتقاد. ازاي في الاعتقاد؟ يعني لو جيت بصيت مثلا على اي دايرة كهربية، ولقيت مثلا دي مقاومة مثلا اهي، وادي البطارية، فده هو القطب الموجب وده هو القطب السالب. كل الناس فاكرة ان التيار الكهربي لو مشيته من القطب الموجب للقطب السالب يبقى انا كده ده الاتجاه التقليدي، ولو مشيته من السالب للموجب يبقى ده الاتجاه الفعلي. لا، مش كده. امال ايه الفكرة؟ الفكرة ان الاتجاه التقليدي هو اتجاه الشحنة الكهربية من الموجب للسالب، اتجاه الشحنة الكهربية الموجبة من الموجب للسالب. وناخد بالنا قوي، الموجبة من القطب الموجب للقطب السالب. ده معناه ايه؟ معناه ان اتجاه الشحنة الكهربية في الاتجاه ده، ده اللي هو الايه؟ التقليدي. طيب، امال ايه بقى الفعلي؟ الفعلي هو اتجاه الشحنة الكهربية السالبة اللي هي الالكترونات من السالب للموجب. يعني ان الالكترونات ماشية من السالب للموجب. طب هل ده عكس ده؟ لا، ده مش عكس ده. ليه؟ لان انا ما قلت لكش ان الشحنة الموجبة ماشية من الموجب للسالب ورجعت وقلت لك ان الشحنة الموجبة من السالب للموجب. لا، هو الشحنة الموجبة من الموجب للسالب والسالبة من السالب للموجب، فالاتنين نفس المعنى، مفيش فرق بينهم. زي بالظبط كأن ايه؟ زي بالظبط كأن مثلا عندي مثلا دول 3 فجوات فاضيين، مثلا محطوط هنا كورة، دي كورة، ومحطوط هنا كورة،
ودي مثلا حاجة فاضية، مكان فاضي للكور. فلو انا جيت نقلت الكورة من هنا لهنا بقت الشكل عامل ازاي؟ بقت دي كورة ودي فاضية ودي كورة، يعني معنى كده ان الكورة دي اتنقلت من هنا لهنا. طيب لما نيجي نبص، لو جيت نقلت دي كمان هنا، فهتبقى هنا في كورة وهنا في كورة وهنا دي فاضية. ليه؟ لان نقلت دي من هنا لهنا، صح؟ يبقى اتجاه حركة الكور ماشية ازاي؟ ماشية كده، اتجاه حركة الكور ماشية كده، صح؟ طيب لو بصيت للجزء الفاضي بقى ده، اللي هو المكان الفاضي، الفجوة الفاضية دي، اتجاهها عامل ازاي؟ هلاقي ان اتجاهها العكس، صح؟ طيب هل معنى كده ان دي، ان الحركة دي اختلفت؟ الحركة ما اختلفتش، الفكرة كلها في الاعتقاد مين اللي بيتحرك. فهما زمان كانوا فاكرين ان اللي بيتحرك هي الشحنة الموجبة، بعد كده اكتشفوا ان اللي بيتحرك هو الشحنة السالبة. هل ده معناه ان الاتجاه اتغير او ان الحركة اتغيرت؟ الحركة زي ما هي، الفكرة كلها ان هما الاعتقاد بتاعهم اختلف. ايه هو اللي بيتحرك؟ الفعلي، ان الالكترونات اللي بتتحرك. زمان ما كانوش عارفين ان الالكترونات هي اللي بتتحرك، فكانوا فاكرين ان ايه، الشحنة الموجبة هي اللي بتتحرك. طيب احنا في الدراسة بتاعتنا كلها هنمشي تبع عن الاتجاه التقليدي، اللي هو ايه، اللي هو كأن الشحنة الموجبة هي اللي بتتحرك. فهنفرض دايما ان الاتجاه من الموجب للايه، للسالب، وفقا لاتجاه الشحنة الكهربية الموجبة، ماشي كده؟ طيب عايزين نفهم يعني ايه مقاومة نوعية، ايه هي المقاومة النوعية. المقاومة النوعية التعريف بتاعها هجيبه منين؟ التعريف بتاعها هجيبه من القانون. القانون بيقول لي ايه؟ قبل ما نعرف معناها تعال نشوف كده القانون بتاعها، ان R بيساوي رو E في L على A. فمن هنا يبقى رو E بيساوي R في A على L. ايه هي رو E؟ هي ديت المقاومة النوعية. طيب عشان اجيب تعريفها هعمل ايه؟ هحط مساحة المقطع دي بواحد وهحط الطول بواحد، فهقول ان المقاومة النوعية هي عبارة عن مقاومة سلك مساحة مقطعه 1 متر مربع وطوله 1 متر. يعني ايه الكلام ده بقى عايزين نفهمه؟ يعني انا لو جبت سلك اهو، السلك ده كانت مساحة مقطعه 1 متر مربع وطوله 1 متر، فكأن مقاومة السلك ده هي المقاومة النوعية بتاعته. طيب كده احنا برضو لسه ما فهمناش يعني ايه مقاومة نوعية، يعني ايه معناها بقى. معنى المقاومة النوعية ديت خاصية زي أي خاصية، خاصية بتميز السلك، بتميز نوع مادة السلك. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا جبت ذهب، الذهب دوت لونه إيه؟ لونه أصفر. طيب لو أنا دلوقتي الذهب ده عملت بيه سلسلة، أو الذهب ده عملت بيه خاتم، أو الذهب ده عملت بيه أي حاجة، هل اللون الأصفر بتاعه ده هيتغير؟ مش هيتغير. هي دي نفس الفكرة بتاعت المقاومة النوعية. لو أنا جبت سلك من النحاس، لو انا مسكت النحاس ده خليت السلك 100 متر او خليت السلك ده نص متر، هل هيختلف معايا المقاومة النوعية بتاعته؟ لا مش هتختلف. عشان كده بنقول ان، وبنقول حاجة مهمة جدا، ان المقاومة النوعية دي بتتوقف على حاجتين، الحاجة الاولانية نوع المادة، الحاجة التانية درجة الحرارة. يعني المقاومة النوعية مش هتتغير إلا لو دول اتغيروا، لكن مش هتتغير بالطول ولا مساحة المقطع. نوع المادة هي ربنا خلقها كده. درجة الحرارة بنلاقي إن درجة الحرارة كل ما بتعلى كل ما المقاومة النوعية بتعلى معاها، تمام؟ طيب وده ليه؟ وده مش هنفهمه غير لما نفهم برضو معنى المقاومة النوعية. لغاية دلوقتي لسه ما قلناش معناها. معناها إيه المقاومة النوعية، أو يعني إيه مقاومة عموما؟ مقاومة عموما إن أنا لو أنا عندي سلك بالشكل ده، ماشي، السلك دوت اي مادة في الدنيا عبارة عن جزيئات. فلو انا عندي السلك ده مكون من جزيئات، التيار الكهربي هيجي يمشي جوه السلك ده. لو انا لقيت ان الجزيئات ديت كتير مثلا، يبقى ايه اللي هيحصل للتيار الكهربي ده؟ هيمشي ببطء. دي حاجة. الحاجة التانية، التيار الكهربي دوت ايه المسؤول عن حركته؟ المسؤول عن حركته هو ايه؟ هو الالكترونات الحرة اللي موجودة جوه ايه؟ جوه كل سلك. عشان كده هنلاقي ان النحاس توصيليته الكهربية اكتر من الالومنيوم، والالومنيوم اكتر من الحديد. دوت بناء على نوع المادة نفسها.
بناء على كمية الجزيئات اللي بتعوق التيار الكهربي، بناء على كمية الإلكترونات الحرة الموجودة اللي بتنقل التيار الكهربي، بناء على حاجات كتير جدا. فكل دوت لخصوه في حاجة اسمها مقاومة نوعية بيعتمد عليها المقاومة الكلية بتاعة السلك. تمام؟ طيب ليه بقولك إن درجة الحرارة لما بتزيد المقاومة النوعية بتزيد معاها؟ لأن لما درجة الحرارة تزيد الجزيئات العشوائية بتاعتها بتزيد، بلاقي إن الجزيئات دي بتتحرك تحرك شديد جدا. فمعنى ان الجزيئات دي تتحرك بسرعة، فكأن التيار الكهربي لما يجي يعدي هيلاقي زحمة فمش هيعرف يعدي. فبالتالي بلاقي ان كل ما درجة الحرارة تزيد كل ما المقاومة النوعية بتزيد، وكل ما المقاومة العامة اصلا ايه بتزيد. طيب بنقول ايه؟ ان هو بيأكد الكلام بتاع الفصل بتاع علم التبريد، لو تفتكروه السنة اللي فاتت علم التبريد كان بيقول ايه؟ كان بيقول حاجة مهمة قوي، بيقول ان لو انا قدرت اوصل السلك الكهربي للزيرو كلفن، الزيرو كلفن ده هيخلي التيار فائق السرعة لأن المقاومة هتبقى بصفر. هو طبعا في الحقيقة ده الكلام ده نظريا، لكن في الحقيقة مفيش حاجة اسمها صفر مطلق. الصفر المطلق أو الزيرو كلفن دوت لو حصل الحياة هتبقى فاضية، مش هيبقى فيه حياة أصلا، ولكن ده كلام نظري. طب ده بيأكد لنا إيه؟ بيأكد لنا درجة الحرارة لما أقللها أوي 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 لغاية لما أوصل لأقل درجة حرارة في الوجود اللي هي الزيرو كلفن اللي هي أصلا مش موجودة، هلاقي إن المقاومة بقت بزيرو، فالتيار الكهربي هيمشي إيه؟ فائق، مش هيلاقي حاجة قدامه إيه؟ تعوقه. تمام كده؟ طيب يبقى إحنا قلنا إن القانون بتاعي الأساسي اللي هنشتغل عليه هو إن R بيساوي رو E في إل على إيه؟ وقانون سهل جدا وبسيط. ايه هو ال؟ هو طول السلك. ايه هي ال؟ ايه هي مساحة المقطع اللي هي دي، اللي هي لو انا مثلا قطعت السلك من هنا كده تبقى هي ديت مساحة المقطع اللي هي ايه، اللي هي في اغلب الحالات بتاعة السلك بتكون مساحة دائرية، فبنقول ان هي باي في ار تربيع. طيب لو افترضنا ان السلك ده كان مربع، يعني مثلا كده السلك كانت مساحة المقطع بتاعه مربعة، تمام؟ ففي الحالة ديت شكله هيكون عامل ازاي؟ المقاومة مساحة المقطع بتاعته هتبقى مربع، فلو طول الضلع بتاع المربع دوت ام، فهنقول ان مساحة المقطع بيساوي ام تربيع. ماشي؟ طيب ده مساحة المقطع. ال اللي هو الطول بتاع السلك بتاعي، تمام؟ طيب وطبعا هنشوف طبعا أسئلة على النوع دوت من المسائل، مسائل بسيطة جدا وهنشوفها مع بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي سلك مقاومته النوعية. طبعا وانا بقرا المسألة ممكن اقراها كده مرة واحدة على بعض، وبعدين ابتدي وانا بقرا اطلع كل حاجة لوحدها في طرف. طيب هو بيقول لي ايه؟ سلك مقاومته النوعية المقدار ده، فاجي كده على جنب واقول يبقى المقاومة النوعية رو اي بيساوي 3.14 في 10^7. تمام؟ طيب طوله 200 متر، يبقى ال بيساوي 200 متر. بعد كده بيقول لي بيسمح بمرور 2 × 10^19 الكترون في الثانية الواحدة. يبقى هو هنا مش مديني عدد الالكترونات بس، ده مديني عدد الالكترونات في الثانية الواحدة. يبقى هنا اقول ان ان على تي بيساوي 2 × 10^19 عند توصيله بمصدر 64 فولت، يبقى ده فرق الجهد بتاعي 64 فولت. هو عايز ايه بقى؟ عايز نص قطر السلك، عايز ار بكام؟ علما بان ايه ديت اللي هي ايه؟ شحنة الالكترون. طيب اول حاجة انا دلوقتي عشان اجيب نص قطر السلك يبقى عايز اجيبها منين؟ هجيبها من القانون اللي بيقول لي ان ايه بيساوي باي ار تربيع، صح؟ طيب هل انا معايا الايه عشان اجيب الار؟ مش معايا الايه. طيب شوف انا بفكر ازاي في المسألة، انا ما بدخلش في مسألة كده اقعد ايه الوص فيها واقعد اضرب، لا انا عايز دلوقتي اجيب الايه. طب الايه دي ممكن اجيبها منين؟ الايه ممكن اجيبها ان ار بيساوي رو ايه في ال على ايه، صح؟ طيب انا دلوقتي معايا الرو اي، معايا ال ال، معايا هل معايا الار؟ مش معايا الار عشان اجيب منها الايه، صح؟ يبقى بالتالي لازم اروح اجيب الار. طيب اجيب الار ازاي؟ الار بيساوي في على اي،
ده قانون اوم اللي احنا هنشرحه بعد كده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام. طيب ابتدي ابص، هل انا معايا الفي؟ اه معايا الفي. هل معايا الاي؟ مش معايا الاي، فبالتالي لازم اروح اجيب الاي. ماشي، يبقى الاي بقى بتساوي ايه؟ الاي بيساوي ان في اي على تي. تمام. طيب هل انا بقى معايا ان و اي و تي؟ اه معايا، معايا ان على تي على بعضها ومعايا الاي. فمن هنا هروح قايل ان اي بتساوي ايه؟ اي بتساوي 2 × 10^19 في 1.6 في 10^(-) ايه؟ 19. هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي بـ3.2 أمبير. تمام؟ كده انا جبت الاي. طب بعد ما جبت الاي ارجع اعوض في القانون ده، يبقى ار بيساوي الفي اللي هي 64 على 3.2، تطلع بيه 20 اوم. ماشي. طيب كده انا جبت الار، ارجع اعوض في القانون ده، بقى معايا الار والرو اي والال، يبقى اعرف اجيب الاي. صح. يبقى اروح قايل يبقى الاي بيساوي ايه؟ بيساوي رو اي في ال على ار. صح كده. يبقى من هنا اروح معوض، هلاقي ان الاي هتطلع ب 3.14 × 10^(-6 متر مربع. كده انا جبت الايه، ارجع بقى اعوض في اول واحده خالص، يبقى من هنا اروح مطلع الايه، الار، يبقى الار هتطلع بـ10^(-3 متر. دي طبعا اول انواع مسائل، طبعا مساله مباشره جدا ومساله سهله. الفكره كلها بس ان انا بشوف انا محتاج ايه وايه اللي عندي ايه اللي مش عندي. لقيت ان انا ولا عندي الار ولا عندي الايه، فبدات بالتالي اشوف كل واحده اعرف اجيبها منين. دي اول فكره. الفكره اللي بعد كده ايه هي؟ الفكره اللي بعد كده انه ممكن يجيب لي سلكين مثلا ويقول لي السلكين دول يدي لي مثلا اطوال، يقول لي عايز النسب وبتاع. فانا دلوقتي هقول لك انت ازاي اصلا تعمل العلاقه بينهم، يعني مش عايزك تحفظ قوي، عايزك تبقى فاهم العلاقات بتيجي منين. طيب انا دلوقتي معايا ان القانون اصلا ار بيساوي رو اي في ال على ايه، صح كده. طب لو انا عايز اجيب النسبه بين مقاومتين، يعني عايز اجيب مثلا R1 على R2، هتساوي ايه؟ كل واحدة بقى انزل اللي بيساويها، يبقى R1 بيساوي رو اي واحد ال واحد على ايه واحد. طب R2 هبدأ بقى من تحت لان هي تحت، يبقى رو اتنين في L2 على A2، فبالتالي بقت R1 على R2 معايا. طيب هو بقى هيجيلي في المسألة يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا لو قال لي من نفس المادة، لو قال لي سلكين من نفس المادة، يبقى ساعتها اروح قايل ان الاتنين دول بيساوي بعض هيروحوا مع بعض. طب لو ليهم نفس الطول يبقى دول اللي هيروحوا مع بعض، ليهم نفس المساحة او ليهم نفس نص القطر فدول اللي يروحوا مع بعض. تمام. يبقى هو القانون قدامي اهو وابتدي اعوض فيه. طيب افرض دخل لي الكتل معايا في الموضوع. طيب مش انا عارف اصلا ان اي كتلة في الدنيا هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن كثافة في حجم. اي كتلة هي عبارة عن كثافة في حجم، صح؟ طيب هو مش الحجم ده عبارة عن مساحة المقطع في الارتفاع؟ يعني اقدر اقول هي عبارة عن رو في ايه في ال. تمام كده، رو في ايه في ال. طيب يبقى ممكن من هنا اروح قايل ان الايه بيساوي ام على رو في ال، صح كده. طيب لو انا خدت دي كده ورجعت عوضت بيها فوق، هتدي لي ايه؟ هتدي لي القانون كده، R1 على R2 هتساوي ايه؟ هتساوي رو اي واحد، هتنزل زي ما هي، يبقى رو اي واحد، وهنا رو اي اتنين، ال واحد هتنزل زي ما هي، وال اتنين هتنزل زي ما هي، وكل ايه هشيلها واحط اللي بيساويها، صح كده. يبقى ايه؟ اتنين هشيلها واحط مكانها ام اتنين على رو اتنين في ال اتنين، وايه واحد هشيلها واحط اللي بيساويها، ام واحد على رو واحد في ال واحد. تمام. يبقى الكلام ده هيساوي ايه لما اجي اجمعهم بقى؟
هيساوي رو اي واحد في رو واحد في ال واحد تربيع في ام اتنين على رو اي اتنين في رو اتنين ال اتنين تربيع في ام واحد. تمام، يبقى لو دخل لي الكتل في الموضوع استخدم القانون ده، لو دخل لي لو ما دخلهاش في الموضوع استخدم القانون الايه الاولاني ده. تمام، طيب فالفكرة كلها ان انت بس تتعلم ازاي تطلع اي قانون عشان ما تبقاش حافظ، لا انت ممكن تيجي في الامتحان مثلا تنسى حاجة، فلازم تبقى عارف هي جت منين. طيب لو جيت مثلا انا مسألة زي المسألة دي، المسألة دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي سلكين من مادتين مختلفتين، مادتين مختلفتين دي فهمت منها ايه؟ فهمت منها ان رو اي واحد مش بتساوي رو اي اتنين. تمام، طيب بيقول لي ان طول الاول ضعف طول التاني، يعني معنى كده ان ال واحد بيساوي اتنين ال اتنين. تمام، طيب وبعدين ومقاومة الاول تساوي مقاومة التاني، المقاوم مش المقاومة النوعية، يبقى ار واحد بيساوي ار اتنين، ونصف قطر الاول ضعف نصف قطر التاني، يبقى ار واحد بيساوي اتنين ار اتنين. طيب احسب النسبة بين المقاومتين النوعيتين، يعني هو عايز ايه؟ عايز رو اي واحد على رو اي اتنين، هي دي اللي هو عايزها. تمام، طيب عشان احل المسألة دي هعمل ايه؟ خلاص انا طلعت البيانات اهي على الجنب، هتروح مطبق في القانون. انا عندي القانون بيقول لي ان ار واحد على ار اتنين بيساوي رو اي واحد ال واحد اي اتنين على الكلام ده، صح؟ طيب هو بيقول لي ان ار واحد بيساوي ار اتنين، يبقى دول هيروحوا مع بعض، يبقى دي بتساوي واحد، بيساوي رو اي واحد على رو اي اتنين، هي دي اللي هو عايزها، يبقى رو اي واحد على رو اي اتنين. طيب وبعدين كل ما اشوف ال واحد اشيلها واحط مكانها اتنين ال اتنين، يبقى اتنين ال اتنين. طيب كل ما اشوف ار واحد اشيلها واحط مكانها اتنين ار اتنين، طيب هي عبارة عن ايه؟ طبعا ال اتنين هتنزل تحت زي ما هي، ماشي. طيب ايه اتنين؟ هي عبارة عن باي ار اتنين تربيع، صح كده. طيب ايه واحد؟ هي عبارة عن ايه؟ باي ار واحد تربيع، بس ار واحد باتنين ار اتنين، فاخليها اتنين ار اتنين تربيع. وخد بالك التربيع لاتنين ار اتنين مش لار اتنين بس، عشان دي غلطة ناس كتير اوي بتغلط فيها. وبعدين هلاقي ان باي راحت مع باي، ال اتنين مع ال اتنين، تمام، يبقى الكلام ده هيساوي رو اي واحد على رو اي اتنين في اتنين ار اتنين تربيع على اتنين تربيع، يبقى باربعة ار اتنين تربيع، صح كده. فدي هتروح مع دي، هيتبقى لي واحد على الاتنين، يبقى رو اي واحد على اتنين رو اتنين بيساوي واحد، صح. يبقى من هنا اقدر اقول ان رو واحد على رو اتنين بيساوي اتنين. تمام، وهي دي النسبة اللي هو عايزها. طبعا بقية المسائل اغلبها نفس يعني نفس الافكار دي كلها، مرة يديلك مثلا من نفس المادة فتبقى عارف ان رو واحد بيساوي رو اتنين، مرة يقولك نفس الطول، مرة يقولك نفس مساحة المقطع، مرة يقول لك الكتل، فالفكرة كلها واحدة، المهم ان انت تبقى عارف القوانين اتعملت ازاي وتعرف ازاي تطبقها. كده نكتفي النهاردة في الفيديو دوت بالمقاومة النوعية، وان شاء الله الفيديو الجاي نبدأ في توصيل المقاومات. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.